الياهل اللي بغزة اليوم عن 60 ريال، عزة نفس وكرامة. دكتور، شعورك أول ما حطت ريالك في غزة؟ دمعة والله بعيني. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. صعقت بأن إحنا اللي خايفين وشعبها هم اللي مرتاحين، إحنا اللي ذرفنا الدموع وهم كانوا يقابلونا بالابتسامات وبالتهليل وبالوناسة فرحانين. أول مرة يلهم عرب. أتمنى ما تحرموني مرة ثانية من روحه. هو في مشاعر داخلي ما أقدر أوصفها، مو عارف هل هي فرح هل هي حزن، لكن الشيء الوحيد اللي أقوله بس إن الشعب هذا، شعب غزة، شعب عظيم. ما زالوا يضحكون يبتسمون، مو خايفين. ستتنا ما كان عندنا هاجز ان احنا ممكن في اي لحظه نموت، والله العظيم ما كان هذا الشيء اللي على بالنا. المراه كانت قاعده تبكي، يعني دموعها قاعد تسحب تنزل حزينه انها تغادر غزه. شو عيالك فيه تفكر فيه؟ عيالك مرفهين منعمين الحمد لله رب العالمين، عائله كامله ما اخذت لها ربعه حمام قاعده فيها بالمستشفى حاطه برده. لم ننم خلال الفتره تواجدنا الا ساعات قليله نظرا لاستمرار القصف الجوي، وهناك طائرات مستمره من خلال تواجدنا في هذا الميدان في جميع قطاع غزه. رصاصه تدخل ترى دخله صغيره طلعه صغيره، هناك رصاصه دخله صغيره طلعه كبيره، مالي شيء يحفر ما ادري شنو هذا. الاطفال في المستشفيات كانوا من يمرون علينا يقولون هلو هلو، لأنه مو متعود على واحد عربي يدخل عنده، متعود على واحد من بريطانيا من أمريكا. نبي دائما الدولة والقيادة والحكومة تكون في صف هذه القضية، لأنه هم اللي علمونا عليها. شوف أحمد، يعني الدش المستشفى الأوروبي هذا أكبر مستشفى الحين في غزة، تحول إلى مخيم نازحين، 30,000 نازح نايم بالمكان، ترى ما حد يطلب منا شيء. داشين احنا مع عمل الكويت نمشي، النازحين نايمين على الارض، تقول واحد يطلب منا شيء يقول جبتوا معاكم اكل، جبتوا مع ولا عزيز نفس فيهم عزه وصمودهم صمود اسطوري. نفس اليوم في حفله اطفال، حفله يعني مو ناسين الاطفال، يبون يسلون الاطفال، رحنا الحفله ونشوفهم وهم يحتفلون ويسوون، جايبين مهرج يرفه عن الـ الأطفال. الأطباء والطاقم الطبي كل يوم قاعد يشتغل وهو نازح. ودي أشير على نقطة أن عدد المستشفيات اللي شغالة الآن في قطاع غزة فقط 3 مستشفيات، مستشفى الأوروبي والأقصى والكويت التخصصي، وغرف العمليات بسيط جدا، ووجود الفرق التطوعية العالمية في هذه المستشفيات ممتاز بالإضافة للفريق الكويتي، وتم إعطاء الفرصة للفريق الكويتي بإجراء تقريبا 23 عملية جراحية دقيقة في المستشفى الأوروبي ومستشفى الكويت التخصصي وانتهت المهمة. ولكن أكيد هناك مهام أخرى طبية وإغاثية سوف تكون خلال المراحل القادمة بالتنسيق أكيد مع الجهات المعنية في جميع الدول. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم.